أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن الانتصارات التي يحرزها الجيش الوطني في جبهات محافظة تعز بمساندة المقاومة من أبناء المحافظة، حيث سيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة على عدد من المواقع المهمة في مديرية جبل حبشي غربية تعز. وقالت مصادر عسكرية أن قوات الجيش شنت هجوما على الميليشيا تمكنت خلاله من استعادة السيطرة على جبل الصراهم وجبل شرف العنين وتباب الجبيرية والصفراء والمشبك والقحاف. وبحسب المصادر فإن هذه المناطق تشرف على خط رمادة هجدة الرئيس الرابط بين مدينتي تعز والحديدة. أضاف المصدر أن الفرقة الهندسية عملت على تفكيك ألغام وعبوات ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي في المناطق المحررة. من جهته قال مدير مديرية جبل حبشي فارس المليكي أن قوات الجيش سيطرت على مواقع عدة، مؤكدا استمرار عملية التحرير. نناقش هذه التطورات مع ضيوف الحلقة بعد مشاهدة هذا التقرير. تغير في مسرح المعركة بمحافظة تعز، إذ تقدم الجيش الوطني في جبهات القتال واستعاد عددا من المواقع التي كانت بحوزة ميليشيا الحوثي. تزامنت هذه التقدمات مع فتح جبهات جديدة جنوب وشرق تعز إلى جانب الجبهة الغربية للمحافظة. المركز الإعلامي لمحور تعز قال إن الجيش بدأ هجوما عنيفا على مواقع تمركز الحوثيين في جبهة الحكوم، وحرر سلسلة من المواقع الجبلية في مديرية حيفان جنوب شرقي المحافظة، وإن العملية العسكرية ما زالت مستمرة في ظل انهيارات كبيرة بصفوف ميليشيا الحوثي. في غرب تعز شن الجيش والمقاومة هجوما على الميليشيا، وتمكن خلاله من استعادة السيطرة على جبل الصراهم وجبل شرف العنين واتباب الجبيرية والصفراء والمشبك والقحاف. الالتفاف الشعبي الذي جاء تلبية لدعوة محافظ تعز نبيل شمسان كان له دورا في إسناد ودعم الجيش في استكمال عملية التحرير. شباب اللواء 17 مشاة يصلون إلى آخر موقع في مديرية جبل حبشي في المشبك في العنين، تم تحرير العنين والسيطرة عليه سيطرة كلية كما تلاحظون. هذا مصنع الطلاء وهذه منطقة الرماء. الله أكبر، هكذا هنا خلفنا وهذا هو المشبك. الحمد لله تم السيطرة كليا على هذه المنطقة، منطقة العنين. سيطرنا على موقع الجبيرية، سيطرنا على موقع القاعدة، على موقع الصفراء، على الأقحف، على المشبك، على كل المواقع التي كانت تواجد فيها العدو. يبدو أن محافظة تعز على موعد مع الخلاص من هذه الميليشيا إذا ما توفرت الإمكانات والدعم اللازم من الحكومة الشرعية. إذن ولمناقشة أوسع حول هذا الموضوع ينضم إلينا من تعز الناطق باسم محور تعز العقيد الركن عبد الباسط البحر. مرحبا بك معنا سيد عبد الناصر. تحية للمشاهدين جميعا. نعم، العقيد عبد الباسط البحر، في البداية لو تطلعنا عن مستجدات جبهات القتال لا سيما الجبهتين الجديدتين جنوب وشرق محافظة تعز. الحقيقة تخص معركة كبيرة، وهي معركة خلاص وتحرر وطني، ومعركة استكمال التطهير والتحرير وكسر الحصار الجائر وفتح جميع المعابر. ولذلك فتحت أكثر من جبهة وأحدثت إرباك لدى الحوثي، وكان هناك عنصر المفاجأة والمباغتة. اليوم جبهات الشعب أيضا خاضت أعمال قتالية باتجاه تل الصالحين ومنطقة حبور وأيضا جنوب المحافظة وشمال لاحق بالتلال والمحاذية لهيجة العبد بمنطقة حيفان مفاليس والأحكوم. خاضت قوات الجيش الوطني معركة كبيرة، حققت ثلاث انتصارات وتقدمات مهمة إلى منطقة الخزان، إلى تلة الخضر، إلى تلة الدبعي، إلى التلال الموجودة وهي تلال قريبة من الخط الرابع بين تعز لاحق عدن ومهمة. إلى الآن لا زالت القوات تتقدم رغم حقول الألغام ورغم العبوات، ولكن يتم تفكيكها من قبل المهندسين وتطهير وفتح ثغرات في حقول الألغام أمام القوات، وأيضا تأمين المناطق والمراعي والمزارع وطرقات المنازل للمواطنين من هذه الألغام المحرمة والمجرمة دوليا. نعم، هناك التفاف شعبي يعني حول المقاومة،
أو يعني لدعم الجيش، ما مدى مساهمة ذلك الالتفاف في مساعدة الجيش؟ الحقيقة الجيش الوطني وهو يعني يخوض هذه المواجهات في عدة جبهات، كان الالتفاف الشعبي الكبير، وكان يعني من كل الأطياف وكل التيارات وكل المكونات الحاضنة الشعبية أعادت زخم البدايات ووقفت بقوة خلف الجيش وخلف الانتصارات التي حققت ودعمت وساندت الجبهات. هناك يعني بعد دعوة النفير التي أطرقتها السلطات المحلية ويعني تواصل الرجال والسلاح والمال، وهناك المتبرعين بالداخل والخارج في مساعدات مادية وعينية للجبهات، وبإذن الله تعالى أن تشهد الأيام القادمة استمرار في هذا الزخم واستمرار بزخم الانتصارات يعني في بشكل متواكب ومتزامن. كل التيارات بما يعني وكل الاتجاهات وقفت ورسمية مدنية عسكرية، يعني كان هناك استجابة منقطعة النظير، استجابة شعبية ورسمية لدعوة النفير التي أطلقها المحافظة الأستاذ نبيل شمسان، وأيضا كل المكونات السياسية والاجتماعية وشخصيات الاعتبارية ورجال الأعمال في المحافظة. نعم. نحن نشيد بهذا وتزيدنا معنويات وإرادة قتال أكثر. نعم. حقيقة وجدت أن الناس يطيقون للخلاص وللتحدي. نعم. سؤال أخير الركن عبد الباسط البحر. نعم، لو سألتك سؤال أخير عبد الباسط البحر، هناك من يقول بأن عمليات عديدة قد أعلنت لتحرير تعز لكنها توقفت في النهاية، برأيك هل تتوقع استمرار لهذه العمليات حتى تحرير تعز بشكل كامل؟ أنا أتوقع أن هذه العملية تستمر حتى كسر الحصار الدائر وحتى فتح جميع المعابر والمنافذ إلى تعز وحتى استكمال التحرير والتطهير. ولعلك تلاحظ أنت الحرارية التي تدار بها قيادة مقتدرة، قيادة عسكرية وبتكتيكات وبتوقيتات وعمليات حسابية دقيقة وفي أكثر من جبهة وقاعدة العدو فيها سنة. نعم، شكرا جزيلا لك العقيد الركن عبد الباسط البحر الناطق باسم محور تعز، كنت معنا من تعز على هذه التفاصيل التي ذكرتها. ينضم إلينا من تعز المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي وأيضا الخبير العسكري عبد العزيز الهداشي. نبدأ مع السيد عبد العزيز الهداشي، مرحبا بك. أسعد الله مساءك وتحية لك ولضيوف الكرام. نعم، بداية كيف تابعت هذا التوسع المتسارع الحاصل الآن في جبهات تعز؟ أولا دعني أحيي من وضاح الخطة العسكرية الحالية. فقبل اندلاع المعارك في الجبهة الغربية توقع الحوثي أن الهجوم سوف يكون في شرق المدينة، وبالتالي كان الحوثي مستعد في هذه المنطقة لأي هجوم، لكن كانت المفاجأة أن الهجوم في الجبهة الغربية في اتجاه الكدحة مقبنة، هذا أولا. والحوثي بدأ يحشد إلى منطقة البرح لمواجهة الهجوم هذا، فكانت اليوم انفجار الأوضاع العسكرية في منطقة الحكوم في حيفا في طور الباحة في الشقب، وبالتالي القاعدة العسكرية تقول اضرب حيث لا يتوقع خصمك أو حيث لا يتوقع عدوك، وهذه الخطة هي خطة سليمة جدا جدا، ونرفع القبعات لغرفة العمليات وللقيادة العسكرية التي وضعت هذه الخطة. الشغلة الثانية، انفجار الأوضاع العسكرية في أكثر من جبهة في تعز يربك العدو، يربك الخصم، هذا تكلم بشكل عام، فهو لا يدري من أين سوف يتم مباغتته. إضافة إلى أن العملية العسكرية الأخيرة تمت بسر، يعني بشكل سري جدا، وتم الهجوم بشكل مباغت. فالعملية العسكرية حاليا أقول إذا استمر في مدة 10 أيام من نصف شهر قد تصبر بتحرير أغلب ريف تعز.
وللعلم انا اذهب الى تحرير الريف قبل تحرير بقيه المدينه، كونه سوف يتم الاطباق على المتبقين داخل مدينه تعز او الجزء الحوضان او الجزء المتبقي لدى الحوزه سوف يتم تحريره بالضغط من الخارج. اذا تحررت الارياف وهي الكثافه السكانيه الاعلى والمساحه الاكبر بالامكان تحرير ما تبقى من المدينه. العمليه ننظر اليها باجدال واكبار كونها تمت بشكل اكاديمي عسكري بحت. نعم. نعم. ننتقل للمحلل السياسي عبد العزيز العزعزي، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا أخي. نعم، بداية ما أثر تطورات التي تحدث الآن في جبهة تعز خاصة على العملية السياسية؟ أعتقد أن ما يحدث اليوم في تعز قرارا برشية بعناية فائقة طوال الفترة الماضية، هذا القرار سوف يؤثر على العملية السياسية إذ نعلم على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي. أولا على المستوى الداخلي لأن هذه العملية سوف تمنح السلطة الشرعية تجذرا على الأرض قوة تفاوضية وضعا أفضل على في حسابات الأطراف الدولية التي لا تعترف إلا بما نسميه بالبسط والسيطرة والتواجد على الأرض، هذا من ناحية أساسية. من الناحية الثانية هذه المنطقة هي المخزن السكاني الكبير، وإذا أضفوا إليها محافظات إبد اعتبارا ملاصقة لها وهما ما تسمى بإقليم الجند، فتقريبا تكون هذه المناطق التي تحتوي بشكل أساسي أكثر من نصف السكان في المحافظات الشمالية إجمالا. فهذا يعني أن الكتلة السكانية الكبيرة ككتلة بشرية أصبحت تحت سيطرة الحكومة الشرعية وهي الصوت الأعلى والقوة الرئيسية، كما أن هذه المحافظة بالإضافة إلى محافظة مارب هما عقدة المنشار في المحافظات الشمالية التي قد تؤدي إلى حدوث انتفاضات في المحافظات الملاصقة لها، مما يعني أن مدى بقاء هذه الجماعة الانقلابية في اليمن التي توسعت بسرعة كبيرة وامتدت على الأرض آهية للسقوط بنفس السرعة التي امتدت بها، فهي أمامها أشهر لا تزيد ولا تقل بشكل عام. هذه الجماعة اعتمدت في الفترات الماضية أو في السنتين الأخيرتين على إنشاء ما يمكن تشبيهه بخط ماجينو، أي أنها سعت إلى تثبيت حدود لها في المناطق التي وصلت إليها، وهي كانت قد وصلت إلى أقصى مراحل التشبع، شكلت خطوطا من الأنفاق وأيضا من مع الألغام وغيره، وكانت تحاول أن تفرض أنها سيدة الشمال وهي المفاوض باسم بالمناطق الشمالية والغربية عموما، أو ما كان يعرف ما قبل عام 90 في الجمهورية العربية اليمنية سابقا، وأنها الجماعة المسيطرة وبالتالي يجب أن يتم التعامل معها وتفكيكها على هذا الوضع لتكوين كيان طائفي خارجا عن مسألة الإجماع الوطني، كيانا أيضا لا شرعي انقلابي، ولكن هنالك أطراف دولية أدت إلى تواجدها. هذه المسألة اليوم تعيد الأنظار باتجاه آخر، باتجاه إمكانية تنفيذ قرار مجلس الأمن 2016، وعلى مستوى الداخل وأن السلطة الشرعية لديها التفات وتدبر وقوة عادت مسألة خيارات تحديد المستقبل إلى الشعب اليمني، وسحبت تلك الافتراضات التي حاول ان يتصدق بها على هذا البلد لاعادته الى وضعه الطبيعي، سواء الامم المتحده او الدول الغربيه التي استهلكت من حياه هذا الشعب. ابقى معنا. سبع سنوات من الحرب ومنذ العام 2011 من الارهاصات التي لم نصل فيها حتى الى تحديد من يعرقل مع تنفيذ المبادره الخليجيه منذ عام 2011 الى اليوم، اي حوالي 11 سنه ايضا لم يتم 10 سنوات لم يتم حتم هذه المساله من قبل المنظمه الامميه
التي حولت هذا البلد إلى مجرد نعم تشعبت السيد عبد الهادي يعلم أنه على حافة المجاعة. نعم إذا معركة تعز حسب ما فهمت منك أنها لها علاقة بمستقبل الوضع السياسي والاتفاقات السياسية في اليمن. نعود للسيد عبد العزيز الهداشي. السيد عبد العزيز، هل نحن أمام معركة مصيرية الآن خاصة على مستوى محافظة تعز بعيدا عن يعني الوضع أو التأثير السياسي على الاتفاقات السياسية في اليمن؟ بلا شك المعركة الآن مصيرية، هو فإذا ما تم تحرير محافظة تعز، المحافظة التي تشكل الثقل السكاني والثقافي والسياسي لليمن بشكل عام، فهذا سوف تحدث تحولا في مسار المعركة. لاحظ أن صمود مأرب، كان العالم وكان الإقليم يتوقع صمود مأرب خلال أسابيع أو خلال أسبوع أو 10 أيام، وظل العالم يتفرج متى سوف تسقط مأرب. فعندما صمدت مأرب وتحولت إلى نسبيا، أقول هذا الكلام نسبيا، من الدفاع إلى الهجوم، بدأ العالم يدين الهجوم على مأرب. الآن تحرير محافظة تعز بلا شك سوف يقلب الطاولة على الإقليم وعلى المجتمع الدولي. داخليا هي معركة مصيرية، سوف تشجع غيرها من المحافظات على الانتفاض على الحوثي، كما انها الحوثي يقول انه يسيطر على حوالي 75% من السكان. هنا سوف يفقد يعني نسبه من هؤلاء السكان الذي يدعي انه يسيطر عليهم. تحرير تعز ايضا هناك شيء واحد، بقى الحوثي في منطقه معينه حتى لو لم تكن حاضنه شعبيه له، لكن بقى لمده طويله يولد جزء من الحاضنه او نوع من الحاضنه. تحرير تعز سوف يفقد الحوثي الايرادات، جزء من الايرادات الماليه التي يجنيها من المصانع الموجوده في تعز ومن التجار ومن جميع النشاطات الموجوده في تعز. سوف بقى خروج الحوثي من تعز سوف يفقده مزيدا من البعض الذين استطاع ان يجندهم. تصور انه قبل 5 سنوات لن تجد احد من محافظه البيضاء ومن محافظه تعز يقاتل مع الحوثي، لكن بقى لمده 5 سنوات اوجد له نسبه معينه من السكان، وان كانت ضئيله في حدود 5% يستطيع ان يجند منهم. معركه تعز هي معركه مصيريه، سواء على المستوى الداخلي يمنيا وعلى المستوى الإقليمي. فالكل كان يراهن على أن الحوثي سوف قد بسط نفوذه على كل المحافظات الشمالية، ولم يتبقى إلا أجزاء من محافظة تعز ومحافظة مأرب. لكن تحرير تعز سوف يقلب الطاولة وسوف يقلب المفاهيم على الجميع. نعم نعود لسيد عبد الهادي العزيز. سيد عبد الهادي، كيف ساعدت دعوة النفير العام في يعني نصرة الجيش داخليا وأيضا من أي جوانب أخرى؟ أعتقد أن دعوة النفير العام هي إعلان على التعبئة العامة داخل هذه المحافظة أولا، وهو إعلان خلفه مقتضيات كثيرة. الإعلان حمل أبعادا داخلية وخارجية. أولا حمل أبعاد عملية استفزاز كاملة للمجتمع، وأعلن أن هذه المحافظة ذات الكتلة السكانية الكبيرة والتي تشكل عمقا ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا وعمقا جمهوريا داخل المنظومة السياسية، وصلت إلى حالة توحد كامل في الجبهة الداخلية واستعدادا غير منقطع النظير في طرح كافة إمكانياتها المادية والبشرية رغم هذه العملية. بمعنى أن هذه المعركة لم تعد بدرجة أساسية موجهة مقودة قيادة كاملة من السلطة، لكن هنا التحمت كل من السلطة الشرعية والمجتمع، وأخذ المجتمع زمام المبادرة، وهو اليوم في كامل جاهزيته
قام بعمليات ترميم جبهته الداخليه واصلاحها. هناك وحده سياسيه كامله داخل المحافظه، وحده اجتماعيه ايضا، هنالك نفورا شعبيا من اعلى مستوى الى ادنى مستوى للامداد وتمويل واسناد هذه المعركه. ابناء هذه المحافظه اليوم يعتبرون المعركه معركتهم هم بدرجة أساسية. الجيش هو جزءا بسيطا منهم، لكنهم لديهم الاستعداد للانخراط في حرب تحرير شعبية يجب أن تنتهي الإقليم بكافة موارده، أي المحافظتين، لأن الإعلان يشمل محافظتي تعز وإب، وهي كتلة سكانية كبيرة جدا. وهذه هذا الإعلان هو تجسيدا للوحدة السياسية، الوحدة السياسية والاجتماعية للمحافظة في كيان موحد. كأن هذا الإعلان هو بداية تشكيل مجلس حرب محليا لهذه المحافظة والإقليم، وهذه التجربة سوف تتكرر كما أعتقد في محافظات أخرى، وهي طريقة الخلاص الوحيدة من هذه المراهنات. وأيضا من هذا التطويل ومن هذه المجارات التي جعلت اليمن مجرد قضية تجار داخل مجلس الأمن بأسلوب قد لا ينبئ بأي حل أو استقرار قريب، بل يضع هذا البلد على أعتاب حرب أهلية قد لا تنتهي، ويتظل حالة التقسيمات وحالة البسط والسلطات الفعلية تسعى إلى تكوين جغرافيات وتثبيت مسألة التمزق والذهاب بما يسمى بوحدة الكيان السياسي واستقراره. وهذه العملية التي تمت جعلت قرارات مجلس الأمن السابقة مجرد حبر، اليوم يتم تحويل هذه القرارات لإسقاط الانقلاب واستعادة الدولة إلى واقع فعلي لا يمكن العودة عنه. أي أن هذه المرحلة ما كان يتطلبه وضحت المجتمع بأكمله داخل هذه المعركة. نعم، وضحت فكرتك سيد عبد الهادي العزازي، تفضل بالبقاء معنا. نعود لي السيد عبد العزيز الهداشي. سيد عبد العزيز، ما هي إذا ما تحدثنا عن أبرز المعوقات التي تقف الآن أمام تحرير باقي مناطق تعز؟ حاليا في الغبر والراهنة الحوثي في أضعف حالته، كونه استنفذ طاقاته البشرية أو نخبة المقاتلين الحوثيين استنفذوا في مأرب. فالحوثي الآن هو في أضعف حالته من حيث القدرات البشرية. أهم معوقات هو أن يتم الضغط على القيادة السياسية فتتخذ قرار بوقف إطلاق النار. أضف إلى ذلك بعض الأسلحة النوعية التي تحتاجها المقاومة أو الجيش الوطني مثل الصواريخ الحرارية. نحن لا نطالب بدبابات أو مدفعية أو بصواريخ أو بسكود أو بصواريخ جوالة أو طائرات مسيرة، مجرد يعني صواريخ مجموعة نصب من الصواريخ الحرارية لاستخدامهم ضد المدرعات والدروع. كون الحوثي يتفوق في الجانب هذا من حيث الدبابات والمدفعية. الشغلة الثانية أخاف يعني أن لا يتم التنسيق أو يتوقف التنسيق الحالي. غرفة العمليات الآن تشتغل يعني أو تعمل بشكل جيد. نخاف يعني من الإجهاضات يعني كما حصل سابقا. الشغلة الأخرى ضروري استمرار النفير العام وبلورة من فعل جماهيري إلى 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 فعل مقاتل. وضحت فكرتك. استقرار حالة الحماس الوطني وتحويلها إلى قتال. نعم. شكرا جزيلا لك عبد العزيز الهداشي الخبير العسكري. ظل لدينا دقيقة سيد عبد الهادي العزعزي. سؤال أخير، ما يعني أثر تحرك الجبهات في تعز الآن على عملية السلام في اليمن بشكل عام في أقل من دقيقة؟ أن الأثر واضحا، أي أن السلام أصبح اليوم ينظر إليه لدى الشارع اليمني ولدى الشعب اليمني بأنه ضياع للوقت وهدر وتضييع للبلد. هذه العصابة أو هذه الجماعة الانقلابية كما تسمي نفسها غير قابلة للحياة، لا تحترم المسألة السياسية، هي جماعات
لا تؤمنوا إلا بالقوة، ولا يمكن حل هذا الإشكال ما لم تكسر هذه الجماعة عسكريا، ومن أجل أن يكون هناك سلاما لا توجد فيه قوة، لا توجد فيه جماعة قائمة على مبدأ السلاح والقوة والاستقواء بالميليشيات وتكوين ما يشبه حزب الله في لبنان الذي أنهك لبنان 20 عاما. هذه الجماعة لا يمكن أن تكتب سلاما دائما إذا ظلت على هذا الشكل، وهذا ما وصل إليه اليمنيين بقناعة تامة لمواجهة هذه الجماعة بشكل شعبي وعبر التكاف شعبيا يقوده تقوده وحدات القوات المسلحة وخلفها شعبا بأكمله على استعداد أن يتحول إلى حرب تحرير شعبية لا عودة عنها. نعم، لضيق الوقت شكرا لك سيد عبد الهادي العزعزي المحلل السياسي، كنت معنا من تعز، وأيضا الشكر موصول للخبير العسكري عبد العزيز الهداشي، وأعتذر على الخلبطة في الأسماء. ولكم التحية مني ومن معد الحلقة محمد لطف، وفي أمان الله.